كرتيبة من الجزائر. أخت رتيبة، يا مرحبا أخت رتيبة من الجزائر، تفضل يا أخت رتيبة. شكرا. هي الرؤية لأبي إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله. رأى أبي أنه واقف في مكان، فأتى إليه، تقدم منه رجلين يحملان سلاح، فبقي معه واحد والآخر ذهب بعيدا، فصعد نعم. أبي ودار هذا الرجل فوق شجرة، نعم. فترك هذا الرجل سلاحه مع أبي فوق الشجرة ونزل، أيوه. فتقدم منه خنزير فضربه، سقط هذا الرجل على الأرض، ثم قام مرة أخرى فضربه الخنزير مرة ثانية فقتله. أيوه. فحمل أبي السلاح ونظر إلى الخنزير ثم قتله بالسلاح. نعم. ثم تقدم الرجل الذي ذهب في صديق ذلك الرجل، يعني نعم. قال له أين هو، يعني صديقي، سأل عن صديقه، فقال له أبي لقد انتقل إلى رحمة الله وانتهى الحلم. نعم. الرجل تعرفونه؟ لا، لا يعرفهم الاثنين. لا يعرف الرجل اللي كان نزل اللي أعطاه السلاح، وأبوك ظل فوق الشجرة. نعم. في الحلم. نعم. والدك كان فوق الشجرة في الحلم؟ أيوة. طيب أنتوا كم عندكم إخوان وأخوات أبناء لوالدك؟ 5 ذكور و5 بنات. كم واحد متزوج فيهم؟ 2. اثنين. هل فيهم أحد يتطلق قريبا أو يريد، في مشاكل بينه وبين زوجته؟ الاثنين؟ أيوة في مشاكل. قد تكبر المشاكل شوي شوي جالسة؟ أيوة هي تبدأ صغيرة وثم تكبر. طيب مشاكل. خبري والدك يتدخل في حل هاي المشاكل، والله أعلم أن المشاكل تجي من الزوجات، أعتقد عندهم مشاكل الزوجات، ربما سحروا أو ربما شربوا شيء غير أو حسدوا، الله أعلم ما هو البلاء في الزوجات، ولكن على والدك أن يتدخل من الآن. السلاح معه، هو الذي بيده التدخل والإصلاح قبل أن يصل الأمر إلى الطلاق. بارك الله فيك يا أختي.